رغم المصاعب والتحديات اللي فرضها الإرهاب خلال سنوات الحرب على سوريا، إلى أنه إرادة الحياة بإكمال العملية التعليمية بشكل طبيعي واستمرار الطلاب على المقعد الدراسي كان الهدف في الجهود المستمرة للدولة، واللي رح نتعرف أكيد عليها اليوم، ورح نعرف التحديات اللي واجهت الكادر التعليمي خلال سنوات الحرب على بلدنا مع مديرة مدرسة فاروق رجب الحلقة الأولى للبنات ببلدة حمورية الأستاذة رسمية حمندوش. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباحك اهلا وسهلا فيك. وانت سالمه. وانت سالمه، انت بألف خير. يسعد صباحك مره ثانيه، ينعاد عليك وعلى كل الكادر التعليمي خاصه في مدرسه فاروق رجب يلي استضافونا اليوم. مثل ما كنا عم نحكي انه سنوات طويله من الارهاب والسد استهدفت المدارس والعمليه التربويه، جهودكم جهود المعلمين كيف كانت لمواجهه الارهاب بكل اشكاله وخاصه في استمرار العمليه التعليميه كيف كانت؟ الحقيقة المعلم هو يحمل رسالة التعليم، رسالة سامية إن كان في زمن الحرب أو زمن السلم، فعليه أن يستمر في إيصال هذه الرسالة. فبزمن الحرب المعلم كان على كاهله صعوبات كثيرة وتحديات جمة، استطاع أنه يذلل هذه الصعوبات من خلال الدعم النفسي للطالب، ترغيبه انه يتابع العمليه التعليميه، يتوجه للمدارس، فكان للمعلم دور كبير في رفض العمليه التعليميه بحيث اكد على الطالب انه يزرع ثقه وامان وسلامه بوصوله للمدرسه، فكان معظم المعلمين يرافقوا الطلاب في الذهاب والاياب للمدرسه حتى الطالب يشعر بالامان ويشعر بالاستقرار ويتابع عمله التعليمي والتربوي. أكيد أستاذة رسمية، يعني نحن موجودين بمدرسة عانت مثل كثير من المدارس اللي عانت ضمن الغوطة الشرقية وبلدة حمورية بالتحديد، صعوبات وتحديات واجهتوها لحتى وصلنا بالنهاية لهذا، خليني أقول الشكل النموذجي، خلينا نحكي عن هاي الصعوبات لو سمحت. بعد تحرير الغوطة مباشرة احنا حاولنا انه نرجع لمدرستنا لانه كان في محبة كبيرة للمدرسة من قبل المديرة، من قبل الكادر التدريسي، من قبل اولياء الامور، فآثرنا انه ما نترك المدرسة. مباشرة بعد التحرير رجعنا للمدرسة، فكنا اسرة واحدة نحن واولياء الامور والطلبة في تنظيف هذه المدرسة. قمنا بأيدينا بتنظيف المدرسة وجلبنا كافة الطلاب من كافة الأماكن اللي كانوا مهجرين فيها، وعدنا للمدرسة وتابعنا على مقاعد الدراسة. فخلال 3 أشهر قامت وزارة التربية مشكورة بإعادة تأهيل المدرسة، وكان فرح عارم من الأهالي بمحبتهم الكبيرة للمدرسة. نعم. إنه شافوا المدرسة بهالشكل الأمثل، كان في تفاؤل، كان في إقبال على العلم، الطالب عم يفوت متفائل قاعد بجو مريح جدا، فعم يعطي أكثر. أكيد احكي أكثر اليوم يمكن عن كيف كان يمكن تفاعل الأهالي مع الطلاب. أكيد مثل ما بنقول إحنا إيد واحدة ما بتسفق، فبيكون هو المجهود متبادل بين الأهل والكادر التدريسي والطلاب بذات الوقت. خبرينا كيف كان هذا التعاون. الأهل هون الأهل بيعتبروا المدرسة بيتهم الثاني، ففي صلة وصل وثيقة بينه وبينه، وتولدت هالصلة من خلال ثقته الكبيرة فينا، من خلال تعاملنا مع الطالب، مشاركته بصنع القرار بالمدرسة، إعطائه مسؤوليات كثيرة، اهتمامه بالدروس الداعمة والأنشطة، ولدت ثقة كبيرة عند الأهل بحيث تواصلهم دائم مع المدرسة، ولهم زيارات مخصصة أسبوعيا لمتابعة عملنا التربوي. ومن خلال اجتماع الأولياء الأمور بلاحظ أنه تقريبا معظم أهالي الطلاب بيشاركونا وبكون بشكل احتفالية، فكل إنسان يدلي بدلوه باجتماع أولياء الأمور وبيقدم ما يستطيع تقديمه لهذه المدرسة لتظهر بالصورة الأمثل. أكيد أستاذة رسمية، يعني كمان حضرتك مربية أجيال، بنعرف أنه من التسعينات تقريبا كنت بهي المدرسة، مراحل عديدة عاصرتي أجيال كتير طبعا تخرجوا للحياة العملية وحضرتك كنت المدرسة لهم. نحكي شوي عن هي التجربة، قدي حسيتي كمان بفرق، قد ايه فرقت المسؤوليه، الروح اللي كانت موجوده لدى المعلم واستمرت، ويمكن صار في مسؤوليه اكبر عليكم بعد هي الحرب اللي مرينا فيها. صح، انا كلفت باداره المدرسه من عام 92، كنت سعيده جدا، كنت اول مديره بحموريه، فلقيت التفاف كبير من الاهالي حولي والكل
حابب انه يساعدنا لننهض بهالمدرسه وتكون مناره وتكون قدوه للاجيال القادمه. وعندنا طلابي والحمد لله صاروا بمجالات عده، فمنهم اطباء ومنهم مهندسين، ومعلماتي بالمدرسه هون كافه معلماتي من طالباتي، فلذلك بتحس في جو احترام، في جو محبه، بعتز فيهم جدا، موجودين تعاملهم معي بكل احترام، قلبهم على الطلاب، بتحس كل معلمه هون ام لكل طالبه، في تواصل دائما مع الاهالي، فيسود جو المحبه. كل ما زدنا سنه بالعام زادت المسؤوليات اكثر، حسينا المسؤوليه على عاتقنا اكبر، من واجبنا نقدم اكثر، من واجبنا نطلع اجيال متعلمه، من واجبنا نطلع اجيال بتحب وطنها، نربي الطلاب على تربية قومية، تربية وطنية، محبة للوطن، محبة للقائد، محبة للمدرسة، للتعليم. والحمد لله لاحظنا هالأجيال عم تفرحنا، يعني تعبنا ما عم نضيع. هي احلى كلمه، انه التعب ما بيروح. لما بنلاقي نحن نتيجه للتعب اللي يمكن كان مضاعف بالفتره الاخيره، وكانت المسؤوليه كثير كبيره، اليوم بمرحله اعاده الاعمار ان كان للمدارس وان كان للارياف اللي تضررت وتعرضت للارهاب، نموذج هي المدرسه لازم يكون يمكن يعمم على باقي المدارس حتى يكون نموذج يحتذى فيه، طالما انه النتائج هي نتائج كثير حلوه. نصيحتك ورسالتك يمكن لكل المعلمين بهي الفترة تحديدا، فترة إعادة الأعمار، كيف لازم تكون مسؤوليتهم؟ شو هي الخطوط العريضة يلي لازم فعلا يوقفوا عندها ويركزوا عليها؟ الخطوط العريضة أهم شيء بالتعليم، بناء الإنسان. لما أنا ببني الإنسان خلاص بنيت حضارة كاملة، فيقع على عاتق المعلم مسؤوليات كبيرة، فكل جهده وكل تركيزه بده يكون بهالطالب. نعم. هذا الطالب اللي هو أملنا، هو مستقبل الأمة، هو مستقبل الوطن، على عاقب بده ينبنى الوطن. لذلك المعلم بده يهتم كمان الناحية النفسية اليوم كثير نعتني فيها. صح، بده يهتم بالناحية النفسية، بالدعم النفسي، برفع معنويات الطالب، اتباع الأساليب التشجيعية، الابتعاد عن العنف والتعنيف، فيكفي طالبنا ما شاهده من عنف، فنحن بدنا نكون يدا بيد مع الطالب لحتى يقدر يكون يعتمد على نفسه بالمستقبل ويبني الوطن بناء سليم. اكيد. يعني بختام حديثنا مع حضرتك اليوم بدنا نشكرك كثير، طبعا نشكركم ايضا على استضافتنا بالمدرسه، ونقول لك كل عام وانت بخير. بألف خير. ونضل هيك دائما عم نشوف اجيال وراء اجيال مليانه محبه وخير وعطاء لبلدها. شكرا كثير لك. يا اهلا وسهلا. استاذه رسميه شكرا كثير لك، ونتمنى اكيد تكون الاجيال القادمه مليئه بالحب والامان والطفوله الحقيقيه يمكن اللي نحن عشناها، ونتمنى هي الاجيال كمان انها تعيشها. ان شاء الله. كل التوفيق لك استاذ. شكرا. شكرا.